السلام عليكم، شلونكم؟ مساكم طيبين، معكم اخوكم سلمان اوري فلير في فيديو جديد. طبعا في هذا الجيم لعبت كثير، وكل شوي ادخل بيت هذه الجنيه. كل ما ادخل يعني تلاحقني هي عند هذه الميز، وكل مره اذبحها ويطلع لي منها بيرك، الين من ما يعني طلعت كل البيركات اللي هي 7 بيركات. فيعني عند كل البيركات تجيك ببلاش. فهذه طريقه مره حلوه عشان اطلع كل البيركات بدون لا تشتريها. يعني مثلا زي الجيجر والكويك ريفايف وسبيد كولا، انا شريتها هنا، ويستحسن انك تشتريها قبل ما تدخل البيت المسكون عشان تكون جاهز للحجره، يكون معك سبيد كولا عشان تعشق بسرعه. لكن من ناحيه البيركات الثانيه، يستحسن انك يعني كل ما تدخل تذبحها وتاخذ بيرك جديد لين ما تطلع كل البيركات، وكذا انت يعني تكون اقوى. كل ما كان معك بيركات كل ما يكون اللعبة اسهل لك، تكون اسرع. مثل ما كان نقول معك ماراثون، دبل تاب، ميول كيك، يكون معك سلاح ثالث. انا كان معي ثلاثة اسلحة، وكان يعني مطورها كلها. كان معي ماراثون يمديني اجري بسرعة، كان معي دبل تاب يمديني اطلق بسرعة. فيعني كذا انت توصل راوندات ابعد. وبس يعني توني اكتشف انه يمديك تطلع بيرك كل مره. انا حسبت انه تذبحها مره خلاص تطلع بيرك خلاص، يعني ما عاد يمديك تسوي اكثر من مره. فتوني اكتشف هذا الشيء. طبعا زي ما قلت، اذا كان معك كل البيركات راح تكون انت كلاعب تكون اقوى، يعني تذبحهم بسهوله، ويعني كل شيء يصير اسهل لك. المهم، فمن ناحية يعني انه كيف مثلا توصل راوندات بعيدة، او هل في مثلا مكان تقدر تدور عليهم او تدور في الزومبيز الين ما تقضي عليهم كل راوند، هذا الشيء راح اسوي فيديو عنه. راح اسوي يعني خطة او زي انه شيء يعني مكان استراتيجي انك تدور بالزومبيز الين ما تخلص كل راوند، توصل راوندات بعيدة. راح يكون يعني فيديو خاص فيه. المهم، اتمنى فاتكم هذا الفيديو. كان معكم مو سلمان او ريا فلير. مع السلامة.